بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه رسالة من أحد الفضلاء كتب فيها، أرسلها صباحا 6:30 صباحا، فقال: إخواني السموح منكم، حبيت أبلغكم أنني ألغيت حسابي في سناب شات وفي انستغرام وفي تويا، واسمه تويا وليس تويتر على بالمناسبة، يعني تويا. اللي حاب يتواصل معي يرسل لي على حساب بنك الراجحي. صباح الابتسامة. نقول: هذه رسالة فيها محاذير، إن كان صاحبها فعلا ما ألغى حساباتي في هذه الأماكن فيكون قد كذب. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكذب مذموم، وجاء في حديث فيه ما قال: يكون الرجل كذابا؟ قال: لا. وقلنا الحديث فيه ما قال: لا يصح للعدنان عليه الصلاة والسلام. لكن الآية واضحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الأمر الثاني أن النبي أن إذا أرسلها من باب الفكاهة والدعابة وفيها كذب ما ألغى حساباتي في هذه الأماكن، أو ليس لها في الأصل حسابات لكي يلغيها، فكلاهما كذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح: إن الذي يحدث الناس ليضحكهم وهو كاذب ويل له ثم ويل له ثم ويل له. الله يعافينا وإياكم، دلالة على كبيرة هذا الفعل. ويقول عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي عند الترمذي من حديث أبي هريرة: وأنا ضامن وسيد بيت برب وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهو به في النار 70 خريفا. فكل هذه أدلة تدل على ذلك، فأنا انتبه لمثل هذا أيها الكرام الفضلاء. والأدلة في ذلك كثيرة، عفى الله عن الجميع، ولا سيما حينما يكون المرسل طالب علم ويكون قدوة للناس، فينبغي أن يكون أكثر حشومة لنفسه من الوقوع في هذه المخالفات الشرعية، وأن يكون قدوة. والله عز وجل يقول: واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة ندعو إلى الخير. فيكون كلامه صدقا وعدلا يقتدى به. نسأل الله أن نكون متفق وسدد ورشاد. صلى الله عليه وسلم وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.